لازم المنهج بتاعه. فكر انت ازاي تصمم موقع. المنهج السطحي الواسع قشور لكن فيه كم كبير. ده كان زمان قال لك لا انا عايز فهم عميق. عايز تشتغل وتبحث وتدور تعتمد زي طالب الجامعه اللي الدكتور بينزل دكتور عليها بس. حته المنهج السطحي الواسع كرأس موضوع والمحتوى بتاعه كبير لدرجه ان انا ممكن اضيع فلوسين. طيب معنى كلمه الفهم العميق هنا يعني هنا يعتبر هيركز لي او هيحدد لي على حاجات معينه زي مثلا بقول لك مثلا بيديني رأس الموضوع وانا اشتغل عليه. عارف واشتغل عليه. زي موضوع التعبير اللي انت بتاخده. طبعا الاستاذ الدكتور علاء بيلفت نظري. موضوع التعبير اللي انت بتاخد عليه هديك رأس الموضوع. انت مذاكره؟ ما انت ما تعرفوش انا جايب لك ايه؟ انت متاكد مثلا احنا في شهر 10 ده ممكن يجيب عن حرب اكتوبر ده ممكن مش عارف يجيب عن ايه طب انا اختلف خالص مش هجيب حاجه عن حرب اكتوبر فكر انت اعتمدت على ايه؟ ازاي تكون موضوع انا دخلت في العمق في عمق التفكير بتاعك التفكير العميق المحتوى ايه؟ الموضوع نفسه اديك فكره عن الموضوع واقول لك الحصه الجايه ايه؟ ورينا تعمل فيها ايه؟ ابحث خش على بنك المعرفه عندك كتاب موجود عليه الكتب اعمل دراسه المحتوى وتعالى فكل واحد بتختلف رؤياه ومنظوره للموضوع وفكره ايه للموضوع ده المقصود بالفهم ايه؟ العميق. انا فعلا ابتديت الكلام دوت فوق في المدرسه عندي في الثانويه بنات في الحي السادس بالنسبه للكيمياء تدرسه لازم تاخد كره البوكي عارف ايه كره البوكي؟ تاخد صدف كمان عارف ايه هي؟ الذهب بيستخدم مثلا في تشخيص الامراض وعلاج الامراض السرطان برضه انت مش عارف يعني ازاي بيكون ازاي كره البوكي بتدخل جوه الجسم وتخترق الخلايا وتروح متوجهه للمكان المصاب خليت البنات بقى يدخلوا على بنك المعرفه هم مع نفسهم في البيت ويجيبوا لي ابحاث بامانه جابوا لي حاجات جميله جدا كره البوكي اسمها ايه وتركيبها ايه والعنصر ده ايه وبيدخل ازاي وبيخترق والاسم العلمي اللي هو اسمها تبع انهي عالم والعالم ده خد جائزه نوبل امتى وهكذا في كل الحاجات بتاعتي اللي بتخدم الباب الاول يعني سواء في ادوات الضياس او في النار وفعلا كانوا جابوا لي ثلاث اربع ابحاث وكانوا حلوين جدا جدا يعني هم نفسهم اتبسطوا ان هم جابوا المعلومه دي بعمق بدل الحاجات السطحيه اللي هي في المنهج يعني. لا ما اعرفش. ثواني بس معلش يعني في حاجه حاجه لسه قليله. تمام؟ لكن الاغلبيه ما يعرفش البنك على فكره في عندنا معلش دكتور يعني في اتفضل في حاجتين بنك معرفه في اثنين بنك معرفه. البنك معرفه اللي بتكتب كده على صفحه الفيس بتاعتك بنك المعرفه على وزاره التربيه والتعليم تروح فاتح لك بنك معرفه اللي هو المعتاد. كل طالب ليه فيكم ليه اساسا ايميل. مش كده برضو انت بعد كده ان شاء الله انت في ثالثه ثانوي نتيجتك كل شغلك هيبقى على الايميل اللي عملوه لك الوزاره. الايميل الفيسبوك بتاعك او الجيميل او الياهو او لا دي صفحه ايميل خاصه بيك على وزاره التربيه والتعليم. هي دي اللي منها تدخل على البنك المعرفه اللي هو تابع لوزاره التربيه والتعليم. ده ان شاء الله تعالى لو بعد كده نتفق مع الدكتور محسن نتفق مع برضه بعض اخواننا هنعمل تدريب على كيفية الدخول لبنك المعرفة اللي بتطلبه من وزارة التربية والتعليم، مش بنك المعرفة العام أو البنك كلنا بنكتب بنك المعرفة، تروح فاتح لي بنك المعرفة معلومات عنه وعنه وعنه وعنه. في أحيانا بتبقى معلومات زي اللي يقول لك مثلا أنا عندي جوجل ممكن أبحث فيه. أطلع منه معلومات. يبقى في معلومات مختلطة ليه؟ لأن أنا ممكن أكتب على جوجل. حضرتك ممكن تكتب، ممكن أضيف حاجة من عندي، الحاجة اللي من عندي دي ممكن تكون خطأ. لكن أنا بعد كده هاخد الشيء المعتمد من وزارة التربية التعليم وان شاء الله بعد كده يكون في تدريبات ان شاء الله. اسف المقاطعه. لا قلنا التعليم التلقيني هينتهي خلاص موضوع التلقين ده وهيعتمد على ايه؟ نشاطك انت كمتعلم. زي ما قلنا من خلال البحث داخل بنك المعرفه اللي هي أوس اكبر موسوعه عالميه موجوده حاليا هذا العالم. عارفين طبعا مكتبه اسكندريه؟ مش عارف كامبريدج مش عارف كونجرس لا دي اوسع واوفر اعلى. لان لما اتعملت اتخططت صح فيها اكبر موسوعه على مستوى العالم مش مصر بس كتب عربيه واجنبيه وجميع اللغات ممكن تخش باحثين الدكاتره بتوع الجامعه الاخر بيخشوا عليها وايه بيبحثوا عليها وبيستفيدوا منها وبيضعوا فيها كتب. المواد الدراسيه منفصله كانت منفصله لكن في تعدد حاليا تخصصات اصبحت التخصصات ايه متعدده. التعليم النظري
قال لك انسى موضوع التعليم النظري دوت بالورقه والقلم،